كان فترة الغياب يعني الزوجة ليس فيها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من يجنح إلى أنها 4 أشهر لقول الله تعالى وللذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فجعل هذه قرينة مع القصة المشهورة عن عمر، مع أن إسنادها ضعيف أنه مر ذات ليلة يتفقد الرعية ليلة فسمع صوتا من بيت تقول قائلته تطول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فذكرت بيت فقالت والله لو الله أني أراقبه الأبيات. فسأل عمر حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها، قالت 4 أشهر أو 6 أشهر، قال لا أحبس أحدا في الجيوش أكثر من ذلك، لكن سنده ضعيف.